5, 4, 3, 2, 1. طب انتوا مش مفهمينه مين اللي هيبتدي الاول؟ اكشن. في ناس كتير فاهمه ان الخيانه هي خيانه الراجل لمراته والعكس. مجرد انك تتفرج على واحده وتعجبك وتتخيل نفسك معاها، بالنسبه لي دي خيانه. هي فاكره انها لما تلبس لجوزها حاجه كده ولا كده هتكون ست قللت الادب. طالما حاجه ابويا ما يقدرش يستوعبها تبقى بالنسبه لي غلط. ساعات بيبقى في جواز بس ما بيبقاش في حب. احنا ممكن نكون بنضر نفسنا لكن عمرنا ما ضرنا حد. اهم حاجه ما تصلحيش غلط بغلط اكبر منه. فكره انك تلاقي حد يحبك ويهتم بيكي مش حاجه سهله انك تعيشيها في حياتك. انت حبك جوايا زي الادمان، ما اقدرش ابعد عنه. انا ابتديت احبه. قلبي وعقلي لو اختلفوا مع بعض عقلي هو اللي هيكسب. فاكرني خدامه جايبها من الشارع علشان تاخد منها اللي انت عايزه وبعد كده ترميها. طليقي مصورني وانا معاه في اوضه النوم واحنا لسه متجوزين. انا فعلا مش بني ادم زي ما انت قلتي عشان بحبها. ملعون ابو الحب اللي يخلي الواحد ينسى اهله ويسيب دينه كمان. اول مره احب. احلى وقت في اي علاقه بيكون في بدايته. كل واحد عنده المنطق بتاعه اللي بيمشي عليه. سيبني ودور على واحده تانية تسعدني. الراجل رئيس جمهورية بيته.